يشهد المركب البلدي للتنشيط الثقافي والفني بمدينة إمزورن وعلى مدى 3 أيام الملتقى الوطني لجمعيات ممارسة مهنة الكهرباء والترسيس بالمغرب في دورته الثانية، لقاء شهد مشاركة جمعيات عديدة من جميع جهات المملكة. أسفر عن تأسيس الاتحاد الوطني لممارسي مهنة الكهرباء بالمغرب. بصدد هذه المدة اللي هي فاصله ما بين التاسيس والمده اللي غادي يشتغل فيها، هي اننا غادي ننظموا الجهات كمنطلق ديال الرفع بالمستوى ديال الاتحاد الكهربائي المغرب، لاننا ما يمكنش نمروا مرور الكرام على الجهويه الموسعه اللي نادى بها صاحب الجلاله الله ينصره. يمكن لي نقول بان هذا الاتحاد، هذا لافيزيون، هذا التضامن ما بين جميع الجمعيات على الصعيد الوطني، والذي اثار انتباهي واعجبني وهو تمثيليه لجميع الجهات داخل هذا الاتحاد، هذا يؤكد دائما على اتحاد مغاربه من طنجه للقويره شمالها وجنوبها وشرقها وغربها. الهدف من هذا الاتحاد هو التعارف والتواصل، التعارف والتواصل مع جميع الكهربائيين، وهذا الاتحاد سيكون لبنة بناء لهذا الوطن. لا يمكن أن يدافع على مصالح الكهربائيين إلا الكهربائيين، وبالتالي هذا الاتحاد سيكون كيمثل جميع الكهربائيين على الصعيد الوطني أمام الحكومة وأمام المنتدى الدولي وأمام جميع الهيئات السياسية والمجتمع المدني. نعتبروا بان هذا انجاز اول وانجاز مبدئي وانطلاقه للرفع من المستوى الكهربائي ووضعه في المكان التي تليق به، وكذلك المستوى المهني وتعامله، وغادي تكون ان شاء الله برامج اللي هي كتصب في المهني لمحاربه العشوائيه في المهنه وفي المهنيين، وكذلك في الرفع في المستوى المعيشي والمستوى الاجتماعي ككل بالنسبه للكهربائي. الاتحاد هو ما جاش من فراغ، وانما كان نقص على مستوى الجمعيات، كان عندنا واحد النقص تمثيليه على مستوى الوطني. اذا تاسس هذا الاتحاد المغربي، هذا الاتحاد الكهربائي بالمغرب من اجل النهوض بالوضعيه ديال الكهربائي على مستوى التنظيمي على مستوى الاجتماعي. وهذا كان عندنا واحد المجموعه ديال التصورات كانت مشتركه ما بين الجمعيات، من خلاله غادي نترجموه بحال مجموعه من الانشطه ديال الاتحاد على مستوى الوطني، على مستوى التكوين، على مستوى التواصل والتحرير. كما تميزت هذه الدوره بالحضور النسوي البارز، وكذا تتمين الجهود لادماج المراه المغربيه في مهنه الكهرباء، وكذا الاستفاده من الكفاءات النسويه بالمغرب. الاتحاد هذا كيأسس حقوق الكهربائي وكينظم حرفة الكهرباء وكيبين أن الكهربائي وصل لواحد المستوى ولواحد النضال. وبالنسبة لي أنا كعنصر نسوي كنشجع النساء في الجهة ديالنا وفي جميع جهات المغرب للتعاطي لحرفة ومهنة الكهرباء، وكنشكروا بزاف الناس ديال مدينة إمزورن والناس ديال الريف اللي تقبلوا المرأة المغربية ضمن الكهرباء وضمن اتحاد الكهربائيين. هذا اللي هو كبير علينا، اللي كيتجلى في خلق اتحاد كهربائي المغرب، هاد المؤسسة اللي غدا ان شاء الله تعمل بالخير على جميع حرفي الكهرباء في المغرب، اللي الدور ديالها غيكون فعال ان شاء الله على المستوى الوطني. الهدف ديالها اولا هو الاقتراب او التقرب من الكهربائي من اجل زعما النهوض بالمستوى المعيشي ديالو، المستوى المهني ديالو، وباش نكونوا قراب منه حتى يتسنى لينا نعرفوا كاع المشاكل اللي كيتخبط فيها. حاجه ثانيه، احنا في اطار كنديروا شراكات ان شاء الله مع بزاف الفعاليات مغربيه واجنبيه، منها خلق شراكات مع جمعيات واتحادات كهربائيين على المستوى الاوروبي والمستوى العالمي. بقاء لي قدر تعتبر انه تاريخي
كيخص تاسيس واحد الاتحاد ديال الكهربائيين اللي هما مهنيين اللي كتربطنا بهم واحد العلاقه بحكم انا كنمثل لي كابلوري دو ماروك اللي هي شركه الكابلات الكهربائيه المغربيه تخصها في التصنيع ديال الكابلات. الوجود كيعطي اشاره قويه ان كندعموا هاد الفكره ديال انشاء التحسيس من اجل توحيد الرؤيه. والانطباع من بعد هاد اليومين ديال الاشغال الامور غاديه الحمد لله في السياق ديالها كما خصها تكون. ضروري من اكراهات، ضروري من العوائق، ضروري من ميرا، الحمد لله غاديه في اتجاه صحيح. الله يوفقهم لهذا الشيء والله يكمل لهم بخير. اتحاد وطني سيمكن الكهربائيين المغاربة بالنهوض بالقطاع وكذا إدماج المهنة في الإطارات القانونية، والهدف حماية الكهربائي وكذا المستهلك من كل التجاوزات. حسب المكتب الوطني للكهرباء، على حسب الضمان الاجتماعي، على حسب الشركات اللي كيسنق التشارك ديك مزيان ان شاء الله. الملك جان شكرا تشكا المنخرطين مزيان كيخيب الدن كيسول مدنيتي الرئاسه الاتحاديه داروا قلنا ضيق بزاف بزاف المنخرطين شكرا. مشاركة واسعة وإجماع شامل على ضرورة الاتحاد من أجل مستقبل أفضل لمهنة الكهرباء والكهربائيين. من إمزورن لكم تحيات بعثة مابيلانتيغ تيفي، إبراهيم الخنيشي وعلي الخصيم.